يا ميت اهلين وسهلين عزمي بيك، نورت المليحه. نورة بوجودك يا براد. عفوا منك عزمي بيك، حدا زعجك شي؟ تعبان شوي. الله يقويك يا عزمي بيك، طبعا بدك تتعب من ورا هالغطه اللي غطيتها. انا بعثت لك حسام يخبرك انه مين ما سال عني بتقول له اني كنت هون. خبرك؟ خبرني بس ما قلت لي عزمي بيك كم يوم بدك تقعد مشان اعمل ترتيباتي. لا تعمل شيء ولا ترتب شيء، انا تعبان وحابب اقعد لحالي. اتركني الله يرضى عليك. امرك عزمي بيك. مساء الخير. يا مساء النور. شو شايفتك جاي على بكير؟ بالعادة ما منشوفك لما بيكون عزمي بيك. والله يا أمرعاد، عزمي بيك ماله رايح، شكله صاير معه مصيبة مخليته واحد تاني. خير يا رب، شو المصيبة؟ ما بعرف لك، بعمره وبحياته ما نشفوا الشوفيني مثل اليوم. شو هالحكي هذا ابن عمي؟ طب ليش ما ضليت معه؟ بلكي لازمه شي. لك شو ضل معه ولازمه شي؟ عم قلك ما عم يتحاكى، ما عم يتحاكى. بعدين أمرعاد، وقت بدك تحكي معي ركزي منيح. حاضر حاضر، تقبرني. معناتها هذا مريض نفسيا. اي والله، الله يعافي. الله يكون بعونك. دريتي ابو رؤوف لقوه مقتول، مشان هيك ما اجا. حول ولا قوه الا بالله. شو بدي اقول؟ الله يسامحه. الله لا يسامحه، خرب بيتك بيت عزمي بيك. اسمعيني اختي، انا اخوك، اذا لزمك اي شيء بس ابعثي لي خبر لبين ما الله يفرج عليك. كتر خيرك سلطان افندي، ما بتقصر. خاطرك يا اختي. الله معك. خير عزمي بيك. انت شو جابك؟ انا جيت اقعد معك مشان راحتك. ومين اللي طلب منك تجي تقعد معي؟ ما لازم حدا يطلب مني. المفروض تكون بالشام عند الست نهلة والبنات وتدير بالك عليهم وتشوف شو لازمهم. حق معك. انا اسف عزمي بيك، وهلا فورا برجع على الشام. لا، ترجع وقت بقول لك ارجع. روح. حاضر. ما كنت عارفة انه مرضان. حرق لي قلبي حرق. الله يحمل معك. من وين بدك تلاقيها لتلاقيها؟ الحمد لله، الحمد لله على كل حال. والله يا معلمتي، إذا بترجعي على الشغل
تنسي شوي من هالهموم. مالي خلع الشغل ولا اطلع ولا فوت ولا اخذ واعطي مع حدا. الحق معك، بس والله الاخذ والعطي والشغل بينسوكي شوي. وانا من بعد اذنك بدي مر هلا لعند البنات قول لهم يجوا بكره يداوموا. انا بكره الصبح بدي روح لعند اخي على المستشفى واطمن عليه. بدك روح معك؟ لا لا ما في داعي، بس تعالي بكير مشان تفتحي للبنات. حاضر، رح قوم ساوي لك كاسه شاي. الله يرضى عليك. لهون لا بقى تجي، خليك بشغلك، انا ماشي حالي. حاضر يا ابي مثل ما بدك، بس في موضوع بده حل وحله عندك. انا ما عدت قدران حل شيء يا ابي. ام صائب بدها تحدد موعد كتب الكتاب لانه قربت سفره ابن صائب، وانت سيد مين عرف الاصول، يعني انت ولي امرها لنادره ولازم تكون موجود. وإذا متت شو بتساو؟ عيد الشر عن قلبك يا أبي، بس أنت لازم تكون موجود. لما بيموت الأب، الابن الكبير بيتولى شبه القصص كلها. الله يطولنا بعمرك يا أبي. شو بدنا نقول للناس؟ شو بدنا نقول للشيخ، لأهل الحارة؟ قل لهم اللي بدك اياه يا أبي. انت طول عمرك قوي وما بيهزك شيء، حتى نحن بنستمد قوتنا منك، من اسمك ومن هيبتك. تأخر الوقت قوم ارجع عالشام، ولهون لبقى تجي الله يرضى عليك. يلا افتح ايدك يا سيدي. افتحت النور.